هبة زيدان، باحثة في مجال علم النفس والبيولوجيا في جامعة حيفا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ نور. هبة. أنتوا بحثتوا موضوع الستريس على الفئران، لكن قبل ما نتحدث عن البحث على الفئران دعينا نتحدث ما هو الستريس، الضغط، التوتر أم ماذا؟ الستريس هو أي حدث بيصير معنا اللي بيطلعنا من الاتزان الداخلي اللي إلنا، نعم، يعني بيطلعنا من الروتين اللي متعودين نحن عليه. ذكري لي حالات اللي ممكن تطلعنا من الروتين تبعنا. ممكن حرب، هزة أرضية، الكوارث الطبيعية، ممكن وأيضا كمان الأحداث، يمكن أحداث شخصية. ممكن أي حدث صغير كمان بغيرنا في الروتين. مروحين نحن وشفنا حدث سيارة، صح؟ نعم نحن الحدث السيارة مش معنا، أما بكفي إنه شفناه بيأثر علينا. نعم يعني هذا التعامل مع الستريس يمكن هو شخصي من إنسان لإنسان. طبعا لأنه الحوادث الهامة في حياتنا، مثل إنه نفقد شخص عزيز علينا، أو إنه عرس، ولادة يعني ممكن طفل، يكون كمان حدث يكون صار أشياء أو حدث صعبة. محزن أيضا. طبعا نعم، هل هو حالة مرضية أم هو حالة طبيعية ممكن الشفاء منه؟ شوي السؤال هون معقد، لأنه شخص مريض طبعا بيقدرش ينفذ ويشتغل شغله زي ما هو بيشتغل لو ما كانش مريض، نعم، وهذا ممكن يفوته في ستريس، وهذا سيتأثر المرض بصور أخطر ممكن، وخاصة نعم إذا مثلا شخص مريض يعني في زي مرض دوامة القلب. الواحد صعب يطلع منها. شخص مريض في مرض القلب، أي ستريس ممكن يؤدي إلى خطورة هون في المرض، وممكن يؤدي إلى موت نعم طبعا إذا ما كانش في علاج. نعم من ناحية ثانية، إذا الشخص كان في ستريس، ساعتها جهاز المناعة تبعه بيكون ضعيف، وخاصة إذا كان الستريس متواصل، نعم ساعتها بصير أصعب شيء إنه الفرصة الواحد إنه يفهم. يمرض تكبر. نعم، أو إنه بصير أصعب إنه بقول في بحث يتخلص بقول منه. إنه التلاميذ خاصة في فترة الامتحانات بيكون عندهم فرصة أكبر إنهم يسخنوا ويمرضوا، خاصة نعم في أمراض الزكام. طبعا طبعا. طيب لكن لنعود للبحث تبعكم اللي أنتم عملتوه على الفئران، لماذا بالبداية على الفئران يعني؟ لأنه شوي مفاجئ إنه نعرف إنه صح إنه نحن بنختلف عن الفئران، من ناحية إنه نحن بنعيش في مجتمع مع قوانين، قدرة التعليم والقدرات العقلية اللي عندنا بتختلف. نعم أما نحن بنشبه الفئران من ناحية الجينات اللي عندنا، في لنا كثير جينات مشتركة، من ناحية التركيب المخ اللي لنا تركيب بيشبهه، ومن ناحية ردة فعلنا للستريس نعم نفس ردة الفعل الجسمانية، من ناحية إفراز الهرمونات نفس الهرمونات اللي بيفرزوها في الحالتين، في الإنسان نعم وفي الفار. نعم و وعشان هيك كمان كتير من الأبحاث اللي تجرى تجرى على على الحال، الفئران حتى يعرفوا مردودها على الإنسان. صح؟ وخاصة إنه في هاي الحالة الفيران، إذا البحث نفسه اللي أنت عملتوه، شو صار البحث؟ إيش عملتوا على الفئران؟ احكي لنا عن البحث نفسه. ممكن احكي قبل عن تفضلي. شوي عن الانسان. نعم، لأنه الوقت رح يدركنا وأنا حابة نحكي عن البحث نفسه. شو نحن كنا نفحص كيف الاسترس بيأثر على الاسترس اللي نحن بنمرقه في حياتنا اليومية، بيأثر على اولادنا واحفادنا. نعم طبعا نحن في حياتنا بنمرق كثير اشياء من الاسترس اللي بتأثر علينا، ونحن طبعا بنفكر انه الاشياء اللي نحن بنمرقها بتأثرش على الجيل القادم. نعم هذا إشي مش صحيح، في كثير أبحاث بتقول إنه الاسترس اللي نحن بنمرقه بيأثر نعم على الأولاد لنا. في بحث اللي فحصوا حفيدات الإمهات اللي كانوا في الحرب العالمية الثانية، نعم طبعا هذول الستات ساعتها كانوا مرقوا حرب، يعني طبعا جوع، قلق، خوف. أما لما فحصوا الحفيدات اللي إلهم، لقوا انه عندهم ضغط دم عالي، بيكون لما يكونوا في موقف ستريس نعم بيقلقوا اكثر، مزاجين اكثر، الفرصه انهم يستخدموا المخدرات كمان اكبر بكثير. وهذا الشيء انتم ايضا وجدتوه في البحث اللي عملتوه على الفئران. صح، هذا نعم هو اللي لقيناه. هاي هي الاسباب اللي خليتنا نعمل الفحص في الفئران. وليش نحن بنعمله في الفئران؟ لانه بحث زي هذا بدنا نعمله في الانسان بياخذ كثير وقت، سنين بياخذ كمان يمكن. 40 نعم 50 سنه. نعم وطبعا إذا بدنا نفوت ستريس لإنسان الأم، إشي هذا إشي غير طبعا. أخلاقي إذا ما هي أهم وبيضر. النتائج اللي توصلتوا لها في هذا البحث؟ النتائج اللي وصلنا لها طبعا إنه الستريس عن جد نعم بيأثر على الدور، على الجيل على الأجيال القادم، القادمة. نعم
بأثر من ناحية المخ. نحن عم نفحص هون، ليش عم نفحص في الحيوانات؟ عشان نعرف كيف وليش، نعم كيف الإشي بيمرق. فنحن بنعرف إنه الاسترس والبيئة بتأثر على جسمنا، على جيناتنا، مش على الجينات نفسهم، على كيف بيشتغلوا الجينات. نعم، وهذا اللي بيتوارثوا بعدين. بيتوارثوا، لقينا إنه الاسترس نفسه المرقول فيران بيأثر عليهم. نعم. مع إنه نحن عطيناهم فترة جمعتين يتريحوا قبل ما عملنا هذا الفحص، ولما فحصنا أولادهم اللي كانوا أولاد يوم يعني على المخلق. نعم. على الخلقة، لقينا في تغيير في المخ. نعم. اللي لهم في كان تغيير في فرق بين الذكور والأنثى. البحث فعلا مثير، ولكن الوقت أدركنا. هبة زيدان، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك كمان.